تترامى أشكال الحياة الهادئة هنا بهذه المشات التابعة إداريا لبلدة عين الكرم الحدودية بولاية الطارف، حياة في نفس الوقت صعبة نظرا لجملة النقائص التي يشتكي منها السكان. 3 كيلومتر نص كما نقول نص معبد ومهترئ في نفس الوقت، ونص مش غير معبد تفهنا كما نقولوا غير صالح للسير المركبات. الطريق متهرئة تماما، مش تتعمره ومش تتفرطط، والرابطة ما بين سنهاجة. ثانيا عندنا المدرسة، النقل المدرسي الابتدائي، وجانا رئيس البلدية والحمد لله جاء شافنا وقلنا أعطى أمر براه تتخدم العمل العربي يشوفه بإذن الله. مناطق يراها قاطنها نائية من دون أي التفاتة حقيقية من المسؤولين، أين غابت شبكة الطرقات المعبدة والمياه حتى النقل المدرسي؟ الماء ما كانش، الماء رانا نجيبه فيه ب 150 200 الف الستيرنا، وهذه مش صيفا شتاء، راهو الغاز نروحوا نشقوا نجيبوا كورسه نروحوا نجيبوا الغاز ب 50 الف القرعه. كل هذه الانشغالات الذين طرحها المواطنين ورانا على علم بها، وعندنا البطاقات التقنيه متوفره في انتظار توفر الاعتمادات الماليه، ان شاء الله رانا ننجزوا كل هذه المشاريع، علما وان بلديه عين كرمه بلديه شاسعه ونسجل بها طرقات شبكه طرقات كبيره جدا، ولا لازم أن نذكر مجهود الدولة اللي بذلت مجهودات كبيرة الحمد لله في بلدي عين كرمة، تحسنت شبكة الطرق. مواطنون يتمسكون بالعيش في قراهم وماشاتهم التي تنعدم فيها بعض الأحيان كل أشكال الحياة البسيطة، متفائلين بغد أفضل عندما تجسد الوعود على أرض الواقع.